وما تنساوش وما تنساوش أن الصيف إن شاء الله على الأبواب. 20 في شهر 7 سنخوضها مسيرة تاريخية مليونية، ردا على تجاهل الدولة، ردا على تجاهل الدولة للملف الحقوقي، مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية والمطالبة بإلغاء ظهير العسكرة. وما تنساوش. شك أن ما منا من رجل إلا ويقع في ذنب، سواء كان عالما أو جاهلا، كان ربانيا أو كان دون ذلك، كان إماما أو كان مأموما، كان عاليا في شأنه وفي شأن قومه أم كان وضيعا، كلنا يقع في الذنب، ولا عصمة لأحد إلا من عصمه الله جل وعز شأنه. لهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالستر، بأن نستر على إخواننا، وأن نسعى دائما لو رأينا من إخواننا سوءا أن نستر كأننا لم نرى شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله. تصور، من ستر مسلما ستره الله. أنا أريد أن أسأل الآن، من منا ليس بحاجة لستر الله؟ من منا؟ كلنا قاطبة نحتاج لستر الله. كيف تنال ستر الله هذا؟ كيف تحافظ على ستر الله؟ كيف تحافظ على أن يحل الله جل وعز شأنه بينك وبين أن تكون لحمة بين أنياب الناس إذا سترت على إخوانك؟ فالمسلم إذا سعى دائما وابدا أن يستر على إخوانه، اعلم أن الله عز وجل سيبقي عليه الستار، ستار رحمته إلى يوم الدين. فإذا بدأ المسلم يتكلم عن هذا ويأخذ هذا وينتقص من هذا، الله جل وعز يرفع ستره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. تصور واسمع الحديث واحفظ: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. تجد يتصيد له الأخطاء، أخطأ في كلمة كذا، أخطأ في حديث كذا، أخطأ في عالم التغريدات، أخطأ في صفحته في الإنترنت، أخطأ في قوله كذا، أخطأ في خطبة الجمعة، أخطأ حينما رأيناه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك، صلى الله عليه وسلم يحذرك أنت: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. لأن ربما المسلم لا يقوى على أن ينتقم منك، ربما أنت حينما تسعى وتريد أن تظهر فضيحة لأخيك المسلم، ربما هذا المسلم لا يستطيع أن ينتقم منك، هو أذنب، وقع في الذنب، هو أجرم في حق نفسه، لكن الله عز وجل أمرك بالستر، أن تستر كأنك ما رأيت، ما سمعت وما رأيت. فالله عز وجل ربما هذا الرجل لا يستطيع أن ينتقم لنفسه، فالله عز وجل هو من ينتقم له، وإن كان هذا مقصرا وإن كان مذنبا، لأن كشف الستر يدل على الشماتة، كشف الستر يدل على الشماتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الله عز وجل هو الذي سيكشف عورتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. تصور، ولو أنك أسدلت الستار على النوافذ وأغلقت عليك الباب وتقعقعت في منزلك وجلست لا تكلم هذا ولا هذا وتنقطع عن العالم الخارجي، والله عز وجل توعدك لأنك تتبعت عورات إخوانك، فإن الله سيفضحك ولو كنت في عقر بيتك وفي نصف بيتك. لماذا؟ انتقاما للأخ الذي لأخيك المسلم الذي فضحته. لهذا المسلم دائما يجب أن يكون سترا لأخيه المسلم، لا يظهر عواره ولا يظهر أخطاءه، وإن رأى من أخيه سوءا إما أن ينصحه سرا بينه وبين نفسه، ليس علانية فضيحة، سرا بينه وبين نفسه. فإن لم يستطع فليصمت. لهذا من رأى من أخيه سوءا فليغض البصر، من رأى من أخيه سوءا فليغض البصر. كان الأقوام فيما سلف إذا رأوا على أخيهم معصية كانوا يتناصحون فيما بينهم، لا يذهبون اتق الله ويذكرونه بالله. لكن نحن لا، الآن في هذا الزمن نسعى إما لأخذ صورة أو للتكلم عنه أو الانتقاص من قدره، وينسى أن الله عز وجل توعد من كشف عورة أخيه أن الله عز وجل سيفضحه ولو في عقر بيته.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من المتقين ويمن علينا بالستر إنه مولى ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هاكم انفصالي جا بغيدو على حقه يتور على المسؤولين وعلى هادوك اللي كيسرقو علينا ناضو بغا يهضر كيردو باغي الفتنة العياش على حسين الصباط والله يخلي لينا مالكنا. انفصالي حيت كنطالب مجانية التعليم حيت باغي نخدم وندير داري ونكون عايش كريم. انفصالي حيت كنطالب بالصحة والتطبيب وفي سبيطار بنادم كيموت ملاقي في جنبو حتى طبيب. انفصالي حيت كنطالب بالكرامة والحرية بالعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية. انفصالي حيت كنطالب اقتصام التراوات حيت كنشوف الفلوس كتهرب في الابناك والشركات. انفصالي حيت ما راديش بالذل والاهانه حيت كنطالب بحقوقي تهموني بالخيانه. ردوني باغي الفتنه وباغي نخرب البلاد ونساو اللي فرق صوره واكلين رزق البلاد. انفصالي حيت كنطامن مع حراك الريفيين وحيت كنطالب باطلاق سراح معتقلين سياسيين. حيت ما كنرضاش بالذل وما كنبوش اليدين عليها سموني انفصالي وجبتو التهمه حتى بالدين. حيت كنشوف ناس في جبال كتموت بسبب الفقر حيت لي حاكم كلشي جمع وخلى غير تيو كيقطر. انفصالي حيت كنطالب بالشعب يكون عايش بحالك حيت كنشوف ناس خدامه وما عندهاش الماندا ديالك. حيت كنشوف الوالد عندي في ناحيته على ود الصحراء يامات هو اللي ضرب بالسلاح وكنتو نتوما تقراو على برا. ما كنقولش عاش فلان عليها سموني انفصالي راه عايش فيك ولا بلا بيكون في دماغك استقلالي. تمن مفمو الطاس بداو كينزلو عليه بالقمع مني بدا يشك الخطا صدرو في حقو قرار المنع. غير معتقلي القضيه في الاسره الحلاليه وغنبقاو ديما مقاومين الاله القمعيه. مناضلين معتقلين حيت كيناضلو مع ولاد الشعب من موقع قنيطره الصامدات. تحيه لاحرار الشعب والعياشه دايرين ورادين بالمهزلة باغي نغير السلم والامان واخا نعيشو في الزبالة. انفصالي حيت كنطالب بناء مدارس وجامعات الصيد البحري والفلاحة قولي فين هاد الخيرات. فوسفات وجوج بحورة عايشين عيشة مقهورة والشعب كيعاني من التجويع وغلاء الفاتورة. حيت كنطالب بحقوقي مخرجش نسرق البزاطم ولا ندير كيف ما دار رئيس بلدية تحت السوالة. بلاد عاطية للشفارة هما اللي كيسيروها هما اللي كيدهم القرار وهما اللي كينهبوها. انفصالي حيت كنطالب بحرية التعبير حيت كنحارب بالفساد وكنطالب بالتغيير. ما باغي راسي والو دموع الشعب اللي خلاتني كاير حيت موازين فيها الفساد صاحب جلاله هو الراعي. انفصالي حيت كنطالب بتحرير القضاء وفصل السلطات حيت ماشي من خدام الدوله ولا عايش في وسط البلاط. ضربوا ميسا وجمعوا قاع وكيتسالوا اين الثروه قسموا الغله غير بيناتهم وداروا علينا حنايا كروه. انفصالي حيت كنقول الدوله ما موفره والو حيت كنقول اي شفار ينوض يمشي بحالو. انفصالي حيت كنقول قتلتنا البطاله والتهميش حيت كنناضل على حقي وما ساكتش في طرف الحشيش. جهتوا علينا بانتخابات حكومه ورا حكومه وزيتوا باللي العيب راه فيكم انتوما. هاد البلاد كلشي تفرش والشعب بدا كيعيق بدا كيوعي راسو من القلب بدا كيفيق. لازم ما نفكروا قدام لازم توراه فكريه باش نوقفوا وقفه واحده في جهه النظام والرجعيه. موتوا كاملين بصوت واحد باش نوضوا فيهم الرعب نهزوا جوج صبع للسما ونقولوا كاملين عاش الشعب عاش الشعب. وما تنساوش ان الصيف ان شاء الله على الابواب. 20 في شهر 7 سنخوضها مسيره تاريخيه مليونيه ردا على تجاهل الدوله للملف الحقوقي. مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه والمطالبه بالغاء ظهير العسكره. وما تنساوش